مشاهدينا اهلا بكم من جديد. في اطار خطه الدوله للارتقاء بمستوى التعليم وتطويره في مصر، فقد اعلنت بالفعل وزاره التربيه والتعليم الفني عن خططها الطموحه للتوسع في المدارس المصريه اليابانيه، مع ادخال انشطه التوكاتسو في 100 مدرسه حكوميه جديده. تاتي هذه الخطوه في سياق جهود الوزاره لتعزيز التنوع في النظام التعليمي المصري والاستفاده من تجارب تعليميه ناجحه علميا، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم واعداد الطلاب لسوق العمل بشكل أفضل. وقد حظى هذا الإعلان بإشادة واسعة من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الذين أكدوا أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التعليم في مصر. في هذا السياق أعربت النائبة جيهان البيومي أن عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن دعمها لخطط التوسع في المدارس المصرية اليابانية، مؤكدة أن هذا التوسع يعد امتدادا لتجارب تعليمية ناجحة سبق تطبيقها في مصر مثل المدارس الألمانية. وأوضحت البيومي في تصريحات خاصة أن تنوع الأنماط التعليمية يسهم في تطوير فرص تعليمية متنوعة للطلاب، مما يتيح لهم التميز في مجالات متعددة ويفتح الباب أمام خريجين مؤهلين بشكل أكبر لسوق العمل المحلي والدولي. كما أضافت البيومي أن نجاح النموذج الياباني في مصر يعكس فعالية الأساليب التعليمية المتبعة في تلك المدارس، خاصة فيما يتعلق بنظام التوكاتسو الذي يركز على تنمية مهارات الطلاب الاجتماعية والشخصية إلى جانب التعليم الأكاديمي. واعتبرت أن هذا النوع من التعليم لا يقتصر فقط على التحصيل الدراسي، بل يساهم أيضا في تكوين شخصية متكاملة للطالب قادرة على التعامل مع متطلبات الحياة الحديثة. من جانبه أكد نائب هاني أباظة عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن خطوة التوسع في المدارس المصرية اليابانية وتفعيل التوكاتسو في 100 مدرسة حكومية تأتي بالفعل في توقيت مهم لتوحيد منظومة التعليم في مصر. كما شدد أن نظام التعليم متكامل يستفيد من أفضل الممارسات العالمية. أشار أيضا إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق كان من أشد المؤيدين لفكرة نظام تعليمي موحد يعتمد على تحديث المناهج وإدخال تجارب تعليمية ناجحة من الخارج مثل التجربة اليابانية. أشار أيضا أباظة إلى أن مثل هذه الأنماط التعليمية لا تهدف فقط إلى تعليم الطلاب الأكاديميات، بل تركز أيضا على تطوير مهاراتهم الاجتماعية وقدراتهم على التفكير النقدي وحل المشكلات الاجتماعية، مما يجعلهم أكثر استعدادا لمواجهة وتحديات الحياة في العمل في المستقبل. أضاف أن توحيد منظومة التعليم بما يضمن استفادة الطلاب من مختلف التجارب الناجحة حول العالم هو هدف استراتيجي يجب أن تعمل عليه الوزارة بشكل مستمر. وفي إطار خطط الوزارة تم الإعلان عن فتح فروع جديدة للمدارس المصرية اليابانية في عدة مناطق، بما في ذلك القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ومحافظة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في هذه الفروع الجديدة بنهاية شهر أكتوبر، مما يوفر للطلاب فرصة للانضمام إلى نظام تعليمي يعتمد على الابتكار والتفاعل. تعد هذه المبادرة جزءا من جهود أوسع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير نظام التعليم في مصر بشكل شامل. وتشمل خطة الوزارة توسيع أنشطة التوكاتسو لتصل إلى 1700 مدرسة حكومية بحلول العام الدراسي الجديد، مما يساهم في تقديم تجربة تعليمية تفعيلية متكاملة لعدد أكبر من الطلاب في مختلف المحافظات. وقد أكدت الوزارة على أهمية ضمان جودة التعليم في هذه المدارس من خلال اختيار مواقع مناسبة وتوفير البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى الإشراف الدقيق على العملية التعليمية والتأكد من توافر المعلمين المدربين بشكل جيد. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية، بنشكركم جزيلا على طيب المتابعة. كنت معكم ملك ريان، شكرا لكم وإلى اللقاء.